كمان بمناسبة الحديث عن رياضات ذوي القدرات الخاصة، يمكن الأولمبيات الخاصة المصري بيختلف عن اللجنة البارالمبية زي ما حضراتكم عارفين. اللجنة البارالمبية للإعاقات الجسدية، أما الأولمبيات الخاص فهو للإعاقات الذهنية. وكان الأولمبيات المصري كان قام بتنظيم دورة طبية للتوعية بأهمية الملف الطبي في التعامل مع ملف لاعبي الأولمبيات الخاص، واللي بيتم تصنيفهم بناء على الإعاقة الذهنية وكيفية التعامل معهم. وده طبعا ملف مهم جدا، وان كل مدرب شغال في المجال او اداري يكون عنده توعية بأهمية التعامل مع مثل هذه الإعاقات. كاميرا ملعب الأبطال كانت موجودة في المؤتمر، تعالوا نشوف لقاءات ونرجع نكمل حلقتنا. الحقيقة أنا اشتراكي في المؤتمر الصحة للأولمبيات الخاصة من أهم المؤتمرات اللي أنا بشارك فيها، لأن أولادنا بيشرفونا في المحافل الدولية وبيثبتوا أن دايما ما فيش حاجة تعوق الإنسان أن هو يتميز ويتفوق. ويمكن لنا أمثلة كتير قوي من الشباب المصريين في الأولمبيات الخاصة اللي أحرزوا أرقام عالمية ودولية، احنا بنتشرف بيهم وبنقول لهم ان انتوا شرف لينا، وانتوا بترفعوا اسم مصر عاليا، دليل كبير قوي على تميز مصر وريادتها الإقليمية، وجود النماذج الطيبة والأبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الهمم. فإحنا جايين هنا عشان نشكركم في المقام الأول ونقدم خدماتنا إذا تم الاحتياج ليها. الحمد لله ربنا وفقنا، بيتم التعامل مع السبيشال أوليمبيكس إن بيبقى فيه يوم سنوي مفروض ان احنا بننسق ما بيننا وما بين الهيئه، ان احنا بنعمل زي كشف طبي للابطال اللي ذوي الاحتياجات الخاصه، وكمان بنعمل يوم رياضي متكامل، وفي اخر اليوم بيتم تكريم ابطالنا، وبيبقى مشاركه فعاله جدا ما بين الاطباء اللي موجودين وعميد الكليه والوكلاء، وكمان بيتم التكريم في وجود حضور رئيس الجامعه، وده بيكون دايما سنوي، كل سنه بيتم التنسيق بالموضوع ده. مصر تعتبر من بين خير الدول التي تولي رعايه كبيره بالاشخاص والابطال من ذوي الاعاقه، لا سيما من الشباب، ولذلك نتعاون مع مصر في هذا البرنامج، برنامج الاولمبياد الخاص. فيما يتعلق بكل خدمه نقدمها، وكلما زاد عدد خدماتنا وإضافة خدمات جديدة إلى الأبطال وإلى ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا يعد إنجازا كبيرا ونجاحا طيبا بالنسبة لنا. كذلك عندما نستوفي الأرقام الذي نرغب في تقديم الرعاية الصحية لها، فإن هذا يعتبر نجاحا آخر بالنسبة لنا. كل هذه الأمور تعد قصص نجاح علينا أن نشاركها، وهي تسعدنا كذلك. يمكن دكتور باسم تهامي رئيس الأولمبيات الخاص كان معانا هنا في البرنامج في حلقه من وقته قريب، وبصراحه بيعملوا مجهود اكثر من رائع، وكانوا منظمين بطوله في بطوله كره سله 3x3 من فتره قريبه بالتعاون مع اتحاد شمال افريقيا والشرق الاوسط، فكل التوفيق ليهم ان شاء الله، لان مهمتهم صعبه جدا جدا جدا.